اوبح واللي معاه خاطرته يتنيل على خيبته. بابا تتتتح بابا اوبح يا اخي اتنيل انت على طولك وهيفتح. ايه يا باشا؟ ايه يا ولد انت اللي بتعمله ده؟ ببخر يا باشا. في واحد بيبخر كده؟ في كده؟ عشان يمشي بس. تعالى هنا. نعم يا باشا. الراجل اسمه بقسومات اللي جايبينه ده يصرف العفريت. ماله يا باشا؟ متمكن من نفسه ولا جاي يراخر ياخد قرشين ويمشي؟ يا باشا هو اساسا اختصاصه عفريت، ثم العفريت بتاعك ده في كي جي 1 يعني يصرفوا لك في حصه، بس انت صنع النبي صنع النبي. اعوذ بالله. اشتهي تن شلوت اشتهي تن شلوت، اللهم ابعد عنا العفريت. لا 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 لا، ايه الدخان اللي مال القصر ده يا فتحي؟ فيه ايه؟ ده مش دخان يا استهان. امال ده ايه؟ ده بخور. والبخور بمناسبه ايه؟ لازم ريحه القصر تبقى حلوه عشان لما يجي الاستاذ بقسومات اللي بيصرف العفاريت. الاستاذ ايه؟ بقسومات. في حاجه اسمها بقسومات؟ اه والله. وبقسومات ده يجي ساده ولا بسن؟ لا هيجي ماشي ولا على صاب. يا ريت نحترم بعض شويه بقى. ليه؟ لان انا اللي بتاع لي العفريت وانا اللي بعت اجيب بقسومات. منين؟ من الفرن. ايه اللي الادب دي؟ اه ليه انتوا مش عايزين تصدقوا ان انا بتاع لي عفريت عيل عن 3 سنين في كي جي 1؟ يعني مدارس لغات يا وكيل؟ وانا اللي صرفت عليه، هو نازل متعلم انا معادي. حي مداد مداد. وصل 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 وصل. مين الوصل؟ صاحب الطلعه البهيه والخطوه اللي هي حلال العقد الابيه، الاستاذ بقسومات ابن الست نجيه. خليه يدخل يا ابني الخبيه. خلي الاستاذ بقسومات يتفضل يا ابني قبل وشه ما يتحرق. بس بقى انا بخاف من الحاجات دي قوي. وتخافي من ايه؟ ده بقسومات اذا ما صرفش العفريت هناكله. انا رايك والله. اتفضل يا استاذ بقسومات. انت جايب لنا علي بابا يا ابني؟ فيه ايه؟ ده مش بقسومات، ده كايزر. بس بقى احترم نفسك، الراجل ضيف عندنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه ده؟ مالك؟ ده هو يخرب بيت الشهرة، يخرب بيتها. اصل انا بدي محاضرات في التلفزيون عن الجن والعفاريت، فاكيد اتفرج. ايوه انا كمان شفتك. فين؟ في قناة الأطفال. سيب في القطع. أيوة كنت بتكلم على العفاريت الصغننة. حضرتك اللي بتعمل برنامج زيزو النتن؟ أيوة حبيبي. تشوف زيزو النتن؟ أشوف زيزو النتن. أيوة أخويا زيزو أنا النتن. أنت فرحان؟ بس يا ست. مالك؟ أنتوا عندكم في البيت ده عفريت. يعني جايبينك تنصور جنبك في إيه؟ تنصور؟ بقول لك عندكم في البيت عفريت. انا خايف. خد خد والنعم. خد يا راجل انت لما انت خايف جاي. انا خايف عليكم. بقى له قد ايه في البيت؟ بقى له فتره. مين شافه؟ انا شفته. مين سمعه؟ انا سمعته. قال لك ايه؟ بسني. بس ده عفريت عنده نظر على فكره. وانا ما بسنيش. عفريت عنده عزه نفس وكرامه. ده جاي مع مين؟ اديك في وشك ابعدي. بسم الله. مين الكبير هنا؟ ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم الاخ؟ الوكيل يا سيدي. توكيل؟ ايه الاسم السخيف ده؟ لا الوكيل. ليه باباك سماك توكيل؟ شغال في الشهر العقاري بابا؟ ليه كده؟ اختك اسمها كونتراتو؟ يا عيني. انتوا من عيلة دفتر بتاع الدمنهور. عمك كراسة كان صاحبي. ايه يا راجل انت؟ ما شاء الله عليك. وانت ابوك كان شغال في فرن عشان يسميك بقسومات؟ وماله بقسومات؟ البقسومات طويل وانت بتفور معفن. اختك اسمها قرص، ابوك اسمه الحاج فينو. كده 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 كده. ما ايه اللي بتعمله ده؟ انا هرد لك الاهانه بعد ما اقوم بواجبي. بسم الله. بسم الله يا حاج توكيل. ايوه. العفريت اللي عندك نوع من الجد. ايه؟ اجيب لك ميه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. اتفضلوا يا رجاله. اتفضلوا. رجاله مين يا عم؟ ضيوفك. ضيوفك. انت هتعمل فيها جوز اختي؟ اقف لنا بقى. ايوه شرفتنا يا سيدي. عارف مين في بيتك يا راجل؟ مين؟ واو. مين؟ واو. يا واو مش فاكرني. انا بتاع الرحله اللي اتلغت. واو الترابيزه اللي على الخرم مديحه معاه. واو واو. ولا ولا لا دي واو الجماعه غير الواو بتاعتكم. ايه يا طه يا زا؟ مين؟ يا طه يا زا؟ ايه طه زا دي؟ تصدي فيكم وانا فاهم حاجه.
ده يظهر الكلام بجد. انت هتصدق الاستاذ صوابع زينب اللي جايبينه ده ولا ايه؟ سيبوني عليه وانا هلاعبه. ازيك يا استاذ بقسمار؟ اهلا يا ست. ازاي حضرتك؟ الله يخليك. تحب تشرب حاجه ولا اجيب لك كوبايه شاي بلبن اسقيك فيها؟ حتى انت انفدي بجلدك لقلبك مصوره وانت واقفه. جرى يا سمكري؟ جاهل اديكي في خدك. بسم الله. استاذ قرقيش الواد ده متخلف. ها شويه. ها انا بحس بيهم. انا عايزك هو بيلعب في الضيوف كده على طول يا حاج. ايوه بس مش مؤذي. انا مالي ده هيفرهدني. طب الراحه الثانيه يا عيني. ده مرض نفسي جديد من النوع اللزاق يا حاج. معروف اسمه في امريكا سوليتيب. بيتعالج ما تخافش. بيسموه في اليابان اوهو قد كده. ده بقى النوع المصري الامير اللي ما بيطلعش ده. خلاص ماشي. ايه طب بالراحه تعبانه مره تعبانه والله مره تعبانه. طيب يا سيدي عايزك انا اعمل بيك ده مجنون. اعمل ايه؟ عايزك خدمتك يا سيدي. أمر عايزك بس مش عارف فين. تعال ناخد شقه في الهرم. مش عارف فين ايه ده عبيد ده ولا ايه؟ عايزك في موضوع. امرني. ايه انت بتكلم صرصار في الارض؟ ما تقف بقى. عاوز ايه؟ عايز خدمتين قبل ما تصرف العفريت. اول خدمه اركب عربيه مرسيدس. عربيه ايه؟ مرسيدس. وعايز العفاريت تجيبها لك؟ يا ريت. العفاريت ما بتجيبش مرسيدس مستحيل. طب بلاش. ايه مرات الست وحشه قوي وعايزها حلوه. يا ريت يا استاذ. معاك صوره ليها؟ لحظه هات. لحظه كتر خيرك. هات اتفضل. عايز المرسيدس لونها ايه يا حبيبي؟ العربيه فيه. اتكلمني على العربيه عايزها ايه؟ طب بص هنا. لا 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 تاخد الصوره دي وتروح لعمك غبور هيكتب لك تنازل عن المعرض. يلا تعبان عالجوا عشان بيموتوا في الحوض. خلي بالك في الحوض النوع ده. ايوه. لا ايه احنا هنرقص ولا ايه؟ ايه ده؟ لا معلش لا ممكن يتلبسوا وما فيه. بس يا اولاد بس. أيوه. بس اتفضل. يا حاج استمارات. إيه؟ مين استمارات؟ استمارات توكيل كله ورا حكومه كبيرك. امضى ويرموك في درج ما تقرفناش. يا سلام ما انت كبيرك كحكه وبيرموك في صاج. يا حاج. ايوه يا سيدي. بسم الله. هات لي حله ألمنيوم. حله يا مريم. حله يا عيد. يلا السمع والطاعه. اتفضل الحله يا استاذ بقسماط. هات الغطا من ورا ظهرك. الله اكبر الله اكبر. مش عارفك ان الغطا ورا ظهره. شفته وهو بيخبيه. يا عم اصحى. بسم الله. يا عم انت الرعب اللي انت هتعمله لنا ده. انا لازم اعمل رعب. مش جاي اطلع عفريت ولا جاي اركب لكم الستاير. انا اهدى يا بابا اهدى. بسم الله. الحله دي ألمنيوم؟ ألمنيوم. وعندنا كمان ألمنيومين. يا راجل شوف عيلة ما بتخلفش تصدق بيه خد ثوابه. والله اتصدقت بيه بيرجعوه تاني. عندهم حق. ايوه بسم الله. يا ساتر يا رب. اتفضلوا. يا اختي ايه ده؟ انت طالع لهم؟ استنى يا عاد طالع لهم يعني؟ لا مش دلوقتي. عشان لو طالع اصل انا ليا فلوس فوق. ايوه بسم الله. يا اختي يا ساتر يا رب. ايه ده؟ ايه البيت ده مخروم من فوق؟ يا ساتر يا رب. انت بتعمل ايه؟ استنى يا عاد. ايوه ده حركه حلوه. ايوه عرفوا لي مين هو. ايوه اسمه ايه يا حاج؟ ايوه العفريت اللي عندك اسمه عفروت. الله ينور عليك. امشي بلاش غلاسه. ايه التلامه دي؟ ايه الادب دي؟ ايه ده؟ ده الراجل في رقبتي. ايوه اسمه امه ايه يا حاج؟ ايوه العفريت امه اسمها عفريت. الله ينور عليك. انت هتدخل عليا العربيه يا حضره الضابط. شوف الشحاتين دول. ايه ده؟ فين الضابط؟ الراجل ده وريحه الفل بتاعتك وحشه. فل؟ ايوه فل. ايوه ابوه يا حاج. ابوه اسمه امشي هتخش الحمام عليا يا ريت. ايوه بسم الله. انتوا هتدخلوا تلاتات. الله انت مطلع العفاريت رحله في بيتنا ولا ايه؟ مش فاهم. استنى يا خالد. ايوه تلاتات. وقوطة هو اللي هيتقدم. ايوه يا قوطة. شوف طلباته ايه. جاي من ايه؟ انت بتعصي اوامري يا قوطة؟ جري يا عم قوطة. انت هتعمل لنا فيها كاتشب. اوعى ده انا فعاصه. صلى على النبي ما تخافش. لا انا هحرقوه. لا انت بيتي مساحتي. ايه يا قوطة؟ يبدو ان انت نسيت. انا بقسومات يا قوطة. مفيش حته جبنه شيدر وحات ابوك الواحد على لحم بطنه من الصبح. شيدر ايه؟ استناني. ايوه بسم الله.
عددكم زاد المره دي. فصل ليه؟ ايوه يا استاذ حمام، حياه النبي ما تحرمني. ولا اسف خدني واطلع. ايوه حلوه قوي الحركه دي. شرفتونا، اتفضلوا. اتفضلوا فين؟ ايه 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 اتفضلوا دي؟ اتفضلوا هنا، احنا جايبينك تصرف مش تجيب يا استاذ. انا مش معقول هشرح للعبيط كمان. اسكت يا جماعه، هفهمك بعدين. ايوه بسم الله. ابعدوا بقى خلاص، بس ابعد يا خالد، ابعد يا ادل حاجه بس بقى. كل واحد قبل ما نشوف هيعمل ايه. يلا ايه ده؟ يلا بس يا وليه بلاش ضحك في حضره الاسياد. ما تترعش لا تتلبس، خليك انت سابق. يلا ايه ده؟ ايه اللي جابك انت؟ ايه اللي جابك؟ مين ده؟ الواد صلصه. ايه هنطبخ فيه ايه؟ ايه اللي جابك؟ انا ما بشتغلش معاك، شغلك مش نظيف. يا عم انت بتحضر نقاش شغله مش نظيف، ارحمنا بقى. استنى يا خالد، الموضوع هيقلب غم. انت ايه؟ ايه الجرأة دي؟ جرأة ايه؟ يا نهار اسود، انت باصص فين؟ استنى هو هنا؟ انت بتحرجني قدام الزباين؟ يعني انا مش فا يعني ايه، هسيب الشغلانه اديها لك يعني؟ مش هتشتغل. هو جنب البتاع دي. استنى يا حاج، ربنا يستر علينا جميعا. ربنا يستر. اه ليه انا الكلمه دي؟ يا نهار اسود. انت راجل، انت اسلاح. ده رئيس عصابه. ايه الراجل ده؟ اولا تاخد مين؟ ايه تعالى يا حاج. ايوه خد الواد العبيط، هربه العفاريت عايزه تاخد. روح روح يا قاسم روح. روح وانا هزورك خميس وجمعه. روح. اروح فين؟ بيقول لك شغله مش نظيف. ممكن 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 ياخدوا خالد. لا 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 ياخدوا خالد. لا بقول لك انا مش عايزه يا راجل. يا خالد. لا عايز ايه؟ ايه ده انا دمره. ايه اللي انت عملته ده؟ استنى. ايه اللي انت عملته؟ العيال هتقتل بعض. استنى ايه؟ استنى انت تعالى ابعد عنه ما يأذيك. صدق بالله اموته وخساره انك تغ يلا انت يا راجل. انت ايه؟ انت جاي تصرف العفريت ولا هتصرفنا احنا؟ تعالى ويكون في علمك، لو عفرته ما انصرفش كل دقيقه هقتل واحد من اصحاب البيت. ليه؟ قاتل خاطف طياره يا اخويا. على ايوه لا الدخله دي مش عليا انا، بالادب. احنا متشكرين يا سيدي، احنا عاوزين العفريت. شكرا. كنت تقول من الاول. ايوه ليكوا طلبات على الجزمه. ده الحاج وصل امانه صاحب البيت. وصل امانه؟ وصل امانه ايه؟ مش مشكله مش مشكله، يستعملوني غلط. ايوه يا حاج. ايوه الاسياد ليها طلبات. حاضر. هتجيبها؟ نجيبها ان شاء الله. تعرف لو قلت هتجيبها وما جبتهاش هيحصل ايه؟ هنشقلط كلنا ورا بعض. وانت؟ انا اول شقلوطه فيكم. من الاخر انا راجل صريح. خلاص ان شاء الله. اموره يا سيادي. اول طلب. حاضر. عايزين اتنين مغاربه بس يكونوا من اصل مغربي. اتنين مغاربه؟ مين هما دول؟ بيقولوا عبد القادر ياه باقي الحال. ينفعوا دول؟ اه يا بابا تعال. إيه؟ خلي بالك هما بيحبوا العبط. ها طب ما كويس، انا عبيط يا ما انا عارفين، بس هتتاخد من وسطينا مش هعرف اجيبك. ها هتشقلط لوحدك فوق. لا خلي بالك. ايوه هيجيبهم يا سيدي. تاني طلب. حاضر. عايزين اتنين زيمبابويين. مش عارف يقولها. بس يكونوا من اصل زيمبابويين. دول بيقولوا عبد المحسن ياه. هم دول؟ لا ده شكله عايز يطلع خميس وجمعه. سيبه يلا ربنا معاه. ايوه حاضر. عايزين اتنين شيشان معسل تفاح. ها احنا عاوزين نشقلط. ما تهزرش، لازم تجيب الطلبات. حاضر حاضر يا سيادي. فعلا وصلت يا مين؟ جت مين؟ مصر الطيران ولا ميدل ايست؟ مين ده؟ احنا فين؟ مين دي؟ حضرتك مستني المدام او حاجه؟ لا مش المدام، مدام في طوكيو. بتعمل ايه في طوكيو؟ بتدرس حالتي. جت ولا بتهزروا؟ رشوا البخور. رشوا البخور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف حمد والف شكر ليك يا رب. ليه؟ اخيرا لقينا حد تبص له تحت. امور يا ستي. ستك؟ امور يا حجه. حجه ايه؟
فينو ولا بلدي؟ هي بعتك الفرن يا راجل. احنا هنجيب الطلبات. انت شغال يا احسن. عايزين اتنين مربى دلوقتي. نجيب منين المربى؟ يعني احنا كنا جبنا المغاربة ولا الزيمبابويين؟ هتجيب منين المربى؟ من عند عبد العاطي. تعالى. ايوه الناس وافقت، بلاش رزالة بقى. انا ليا طلب قبل ما افرطه ينصرف، ابوه ينزل هنا يعتذر لاهل القريه. قريه ايه؟ احنا في الساحل الشمالي يا راجل. هجيب لك ابوه يعتذر لك، عايز ايه تاني؟ حاج عفارت. انت تعرفه منين؟ عليه فلوس ليه؟ هتشوفه اعمل لك ايه. ايوه يا سيادي. ايه؟ لا يا سيدي، انا اول مره اشتغل هنا. في ايه؟ خلاص مش مشكله، اكشف عليه. تكشف علينا على اساس ايه يعني؟ ايه ده ايه ده؟ هكشف عليك. لا ما يصحش. ليه؟ احنا معانا ستات. يكشف علينا ازاي يعني؟ ايه اللي يكشف علينا؟ هو بيقول ستات، انت بتتحمقي ليه؟ انت مالك؟ حضرتك تكشف عليهم اماره ايه بس؟ اوريك الاماره. رجلك دي فيها كم صباع؟ زي بقيه البشر خمسه. كفايه عليك اربعه. هلا 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 هلا. رجلك دي كم صباع؟ اتنين. اوعى تكون بتكذب. اتنين والتالت لسه بيقشر. تعالى رجلك دي كام صباع؟ انا عندي خف. تعالي رجلك دي كام صباع؟ انا زواحف. اشمعنى دي يعني اللي عتقتها؟ هي كلها صباع، سيبوها في حالها. بسم الله ما شاء الله. ايوه ايوه يا سياده، خلصونا من غير ما يأذي حد. يحضر بعد اذن حضرتك. خليه يحضر يا بيه بعد اذن حضرتك. انا شايفك من ساعه ما جيت هنا وانت عمال تستضيف ناس، يعني يحضر يحضر، ما شفتكش بتصرف. انا بحوش يا خالد، عريس جديد. ايوه نازل. بسم الله، احلى تحيه للعفريت اللي نازل. يا راجل انت بيتك بتحضروا فرح بلدي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ امسك يا زورت. ايوه ايوه. بسم الله. هيفرفر تاني؟ طلع له؟ لا هو جاي لي مستقبله. طب وانت تتفرفر له ليه لما هو جاي؟ استنى يا قاعد في بيتك. بسم الله. خالد نعم. هات البيت الصغيره الاموره. تعالى يا مريم. لا لا انا خلص. ضحي ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ قال لكم الصغيره الاموره، ما انا واقفه اهو. ارجعي لاحبسك. يلا تحبسني ايه؟ نط من البوكس. ايوه مدغور في ده، هيقعد في اي حته يعني. مين دول؟ روح فين؟ اسكت انت، انا بتكلم لمصلحتك. انت ايه جاي تطلع يا راجل انت؟ يا باشمهندس عاوزنا نمشي. يلا يلا ماشي يا عم. انت جاي تطلع عفريت ولا تقرا فاتحه يا باشمهندس؟ عشان ابقى فاهم بس. لا بس يا جماعه عشان جاي. ايوه ايوه. بتخافي؟ بخاف. بسم الله ما شاء الله. ايه ايه امسك انا. خافي ايه يا باشمهندس؟ ايه ايه بتخافي؟ بسم الله. ايه بتعمله ده؟ خاف على البنت حسنها. وكيل بعد اذنك يا وكيل، عدي يومك يا باشمهندس. بص قدام. بص قدام. ايوه بسم الله. احضر عليها واوعى تاذيها، دي في حمايتي. بلاش انت. ليه؟ مش مستريح لك، مش مستريح. استنى بص يا ماما قدام. ايوه ايه ده؟ انت بتقلب ايه؟ هقعدها تاني كده. يا ست ما تنطقيش. بتعوص ايدك. وايدك في سمنة. شايفة حاجة؟ لا مش شايفة حاجة. الأسياد عمتها. يا عيني. عمت ايه؟ عمت ايه يا ابن الكذاب انت؟ انت اللي خدت. مش انت اللي مغبي عينيها بايدك؟ يلا يا موهوم. ما مرت معاها. حس ايدك. يلا يا موهوم. موهوم. بص يا بنت قدامك. كذاب قوي. هاتي ايدك. تشتمي راجل قد ابوكي. خلاص خليه يصرف. شد ايدك. مالك؟ مش قادرة. سماعي عيلتك. مالك؟ مش قادرة. الأسياد شلتها، دي صغننة. دي صغننة ايه؟ زعلان علينا؟ انت عندك كام وجه؟ النين. كفاية واحدة. النبي يا حاج، ده شغلي انا فاهم فيه اكتر منك. تعالي. ايوة احضر عليها من اهل البيت. الاسم باريم. لا مريم. انا عارف انت ببلدهم باريم، سافرتي هناك انت؟ ليه مسكومين كلهم؟ يتنيلوا. بص قدام. ايوة سن فوق العشرين، الطول تحت الارض. بلاش انت، انا مش باين من الارض، خليها على الله. التعبان بيرزق في الشجرة. ايوه بسم الله.
يلا بقى ما تقرفناش، دور عليها هتلاقيها، هي قليلة سفيفة لا ترى بالعين المجردة. ليه يا ابعد؟ أحسن أحسن، لا ترى بالعين المجردة. يراها أي كفيف. إيه؟ سقفوا عليه، سقفوا معاه. لا يا باشمهندس. أيوه الصوت جاي من فوق يا حاج. فين؟ يا أخ تقريبا بتوع الصيانة، مبروك. صيانة إيه؟ يا كاب إيه يا إيه ده؟ إيه؟ وأنت؟ داهية. اشتغل. يا الله. احضر عليه وأوعى تأذيه، أنا في حمايته. أيوة من أهل البيت، من أعمدة الفيلا. تربى وترعرع في غابات السافانا. يتغذى على الطائرات المخطوفة. أنت بتتكلم بجد؟ إيه اللي حصل؟ الجوارة. أنا؟ إيه؟ الجوارة بسرعة. هم عايزين ياخدوني تاني؟ لا مش انت جده يا بوزك. ايوه قول لهم الشكر والذبيحه عندي. جت ايه؟ مش انت جده يا وعي شويه، خد رزقك. مش انت احدفها سكرو. انا مالي. ايوه هاتوا الحله. هاتوا له الحله كلكم. روحي وانا كمان. يلا حاضر. بكره الساعه 6. ايه 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 الراجل ده؟ الراجل ده ايه ده؟ الرطيس احنا. ايه واللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ولا حاجة. روح هات الحل. ما احنا جبناها. ثاني ما الحل ايه؟ روح ودوها ودوها. ترن يا بيه. حكم الاسياد، روح ودوها. اسياد مين؟ روح روح يا عم الجبل. روح هات تاني. انت الاسياد روح. ما تروحيش تجيب الحل. ليه تيجي معانا؟ خدها. يلا. يبقى هاتيها بكرة الساعة 6. لا الراجل ده عينه زيغل. هاتوا الحله. يا بيه احترمنا عيب. ده شويه فانتازيه اللي كان فيه حاجات فانتازيه. خفت عليكم تشوفوها. لا ما تخافش عليا يا عيب، احترمني عشان انا غبي. حاضر. مش كسب شو واقف جنبك انا. بسم الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير. ايه ده؟ عفرته هنا؟ اه استوى. هو عنب ابعد. عفرته معانا يا حاج. هنا؟ ايوه. متاكد؟ ايوه. يا ابو جنيه وربع يا معفن. مش عايزين نبدا بالشر. ايوه بسم الله. يلا يا ابني زي زمان. لا تاذينا ولا ناذيك. الله 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 الله. انت فين انت؟ ايوه ايوه لا تاذينا ولا ناذيك. الله الله. عودوني عودوني. ايه ده؟ فين وانا بحضر عمرو دياب؟ اوف. ايوه ايوه. يلا يا عفروتو يا حاج. نعم. عفروتو هيدخل في جسمي انا. طيب هنعمل له دقه زار هطرده من جسمي. طب ما تخليه في جسمك. هو انا مش بني ادم ليه؟ حرام عليك. بسم الله. يلا يا عفروتو. يلا ادخل في جسمي. ادخل من الركب. ركب؟ ايوه على اساس انها اقرب حاجه مش. يلا كلنا ركبنا مع بعض يا اهل الخير. ايوه يلا نق يا بابا ركب كتير قدامك. اتنين حريمي وتلاتة رجالي وتنين. فعلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه فرفر بقى. انت نازل جوه؟ يا ناس ابوس ايديك. ايه؟ ايه بتعمل ايه؟ بيعجبني قوي بصي. ارجعي بقى جدايه في خدك. يلا يا ابني. جاهزين؟ جاهزين؟ ايوه. بسم الله الله اكبر. عفريت مجنون وههد الكون ولا 100 مليون يتحدوني. لا تقول جاكي شان وحبيب باتمان. امريكا يابان ايه يا عيوني.